كان في مجموعة قتالية راحت جنوب سيناء. احنا عارفين انه القتال والاشتباك كان بالاساس في الشمال، يعني عند قناة السويس والجزء المتاخم لإسرائيل، انما جنوب سيناء كان فيها قوات إسرائيلية، وكان مطلوب من بعض القوات المصرية ان هي تعمل بعض العمليات، مش الفدائية ولو انها اقرب للعمليات الفدائية، بس هي عمليات لشغل العدو، بحيث ان قواته اللي في الجنوب المتمركزة في الجنوب ما تطلعش تساند قوات العدو اللي في الشمال. تكتيك حربي استراتيجي أثبت كفاءة وحاجة محترمة جدا. يوم 9 أكتوبر في قوة من عندنا، قوة مصرية، كان فيها العقيد مجدي شحاتة. المجموعة دي راحت واشتبكت مع قوة إسرائيلية كبيرة وتغلبت عليها. إنما تاني يوم الطيران الإسرائيلي أدرك وجود قوة مصرية في هذه المنطقة، فابتدى يعمل طلعات طيران عشان يصطاد الجنود والضباط المصريين اللي اشتبكوا امبارح أو قبلها بيوم مع العدو. في هذه الحالات الغلبة للطيران، الطيران من فوق كاشف كل اللي تحت، ما كانش قدام القوة المصرية إلا إن هي تتشرذم في جبال جنوب سيناء. والحقيقة إنه الطيران الإسرائيلي نزل قواته بالمظلات، وأصبحت المنطقة أو الجبل اللي موجودين فيه القوات المصرية، هي مش قوات، المجموعة المصرية، محاصر تقريبا من كل الجهات. ما كانش قدامهم غير إن هم يأتمنوا ويحتموا بالجبل. لقوا مغارة موجودة هناك، المغارة دي صحيح إن هي ممكن تقويهم، بس مش هتأكلهم، بس مش هتشربهم. فضلوا في المغارة دي تقريبا 6 شهور، 6 شهور بالتمام والكمال، لدرجة إنه اللي يشوفهم بعد 6 شهور دول كانوا أقرب لأهل الكهف، ناس منعزلين عن العالم تماما. اللي أنقذ حياتهم ودواهم وطببهم وأخفاهم عن أعين العدو حتى عادوا إلى القاهرة كانت مجموعة بطولية من ناس عاديين من بدو سينا، قالوا إحنا اللي هنبقى الحمى لما يبقى العدو محاوط جنودنا في أحد جبال جنوب سينا. عز يا دفعة دولة.